مشاهدينا متتبعينا على الوطنية الأولى والشبكة الفضائية، إذن مباشرة لقاء هام في استاديو مونيسيبال في براغا الملقب منذ 2007 بملعب أكسا، الطريق والمنعرج الأخير لتحضيرات منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم. مباراة من الطراز العالي أمام منتخب بطل أوروبا 2016، منتخب فرناندو سانتوس اليوم بدون كريستيانو رونالدو اللي فاز منذ 48 ساعة تقريبا بكأس الأبطال للمرة الخامسة في سجله. رفقي صحة شريبتك وصحة شريبة لكل مشاهدينا، صحة شريبتكم وهذه المتابعة الرمضانية لالتزامات المنتخب الوطني التونسي. مباشرة رفقي بوستة معاك، تشكيلة المدرب نبيل معلول في ملعب براغا. نجدد التحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى إلى تشكيلة المدرب نبيل معلول. أسماء المنتخب الوطني التونسي في المرمى: معز حسن رقم 44، 21 حمدي النقاس، 5 أسامة الحدادي، 3 يوهان بن عنوان، 4 ياسين مرياح، 17 ياسر سخيري، 13 فرجاني ساسي، 7 سيف الدين الخاوي، 24 أنيس البدري، 23 نعيم الرسليتي، 11 صابر خليفة على بنك البدلاء، فاروق بن مصطفى مع أيمن المتلوثي، سيام بن يوسف، رامي البدوي، فخر الدين بن يوسف، أحمد العكاشي، علي معلول، بلال المحسني، بسام الأسرار في غيلان الشعلالي، أحمد خليل، ومحمد وائل العربي. صحيح، من جانب تشكيلة المنتخب البرتغالي تشكيلة المدرب المعروف المدرب اللي حاز على اللورو على بطولة أمم أوروبا أمام فرنسا، ذكر رفقي في جويليا 2016. حراسة المرمى أنتوني لوبيز معروف في البطولة الفرنسية مع فريق ليون. في محور الدفاع ثم بيبي لاعب سابق لريال مدريد لبورتو وحاليا في بيزيكتاس في البطولة التركية. رافائيل جيريرو الظهير الأيسر لبوروسيا دورتموند في البطولة الألمانية. روبن دياس لاعب شاب مع فريق بنفيكا. ريكاردو بيريرا المدافع في بورتو والمنتقل لليستر بالنسبة للموسم المقبل. ويليام كارفالهو في وسط الميدان، لاعب كان شارك في كأس العالم وكذلك كأس أوروبا. جواو ماريو، أدريان سيلفا، برناردو سيلفا، كواريزما النجم السابق لفريق إنتر وتشيلسي، وأندري سيلفا بطبع طاقم تحكيم إيطالي موكل لإدارة هذا اللقاء مع اعتماد الفار أو الفيديو، التقنية معناها المساعدة بالنسبة للتحكيم. إذن الحكم الرئيسي هو لوكا بانتي، المساعد الأول فيليبو ميلي، والمساعد الثاني هو أليساندرو كوستانزو. بداية المباراة معك رفقي، والبداية بهجوم لصالح عناصرنا الوطنية. والبداية للمنتخب الوطني التونسي كانت المحاولة الأولى من سيف الدين الخاوي، كرة لحمد النقاز. مباراة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي، الاستعدادات والتحضيرات الأخيرة. دي كرة لنعيم السليتي إلى أنيس البدري داخل منطقة الجزاء، والخاوي قريب، سيف الدين الخاوي كان قريب من افتتاح باب التسجيل منذ الدقيقة الأولى بعد التمريرة نتاع نعيم السليتي. أمامكم العرض البطيء كانت من السليتي للبدري، وسيف الدين الخاوي كان قريب من افتتاح باب التسجيل تحت انظار فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي. والبرتغال اليوم دون الدون كريستيانو رونالدو، دون النجم البرتغالي كما قال عبد الرحمن كان حاز على امجد الكؤوس الاوروبيه كاس رابطه الابطال الاوروبيه امام فريق ليفربول. والحوار التكتيكي بين فرناندو سانتوس ونبيل معلول، بدايه ممتازه للمنتخب الوطني التونسي، الفرصه الاولى منذ الدقيقة الأولى عن طريق سيف الدين الخاوي بعد عمل من نعيم السليتي وأيضا من أنيس البدري. كرة للفرجاني ساسي لكن تبقى للمنتخب البرتغالي. جواو ماريو الهجمة الأولى، بداية الهجمة للمنتخب البرتغالي. مهمة جدا البدايات في مثل هذه المباريات، إن شاء الله منتخبنا يقدم مؤشرات إيجابية. أمامكم لاعب ويست هام الإنجليزي جواو ماريو ضمن الإعارة من انتر ميلان، تقريبا 3 دقائق لعب منذ بداية المباراة عبد الرحمن،
والهجمة الخطيرة للمنتخب البرتغالي. حذاري هو ممتاز الدفاع. إلياس الصخيري يتمكن من اقتناص كرة كانت خطيرة عن طريق ريكاردو كواريزما. أمامكم الإعادة، الخطأ من يوهان بن عروان، يأخذ الكرة كواريزما والانزلاقية بامتياز. إلياس الصخيري يمنع الهجمة الخطيرة، يبعد الخطر على مرمى معز حسن. صحيح كانت المحاولة خطيرة من المخضرم كواريزما، هو النجم حاليا في غياب كريستيانو رونالدو. نذكر بالاحتياطيين من جانب المنتخب البرتغالي والبحث على ريكاردو بيريرا من الجهة اليمنى، قلت لمنتقلي ليستر في البطولة الإنجليزية. أمامكم أسامة الحدادي اللي قدم موسم ممتاز مع فريق ديجان، تم اختياره في فريق الأسبوع في فرنسا في آخر جولة. احتياطيو المنتخب البرتغالي بسرعة، بيتو حارس احتياطي، برونو ألفيس، وهذه المحاولة من جديد لصالح المنتخب البرتغالي. ويبعد الكرة ليسر الصخيري وعكس الهجوم من نعيم سليتي، من أبرز اللاعبين في ليك أون في البطولة الفرنسية. نعيم سليتي يتدرج مباشرة سيف الدين الخاوي والحارس أنتوني لوبيز، يعرفوا جيدا، لعبوا ضد بعضهم في البطولة الفرنسية. شوفوا تدخل الدفاعي، ثم المحاولة من سيف الدين الخاوي اللي باش يرجع إلى أولمبيك مارسيليا بعد نهاية الإعارة إلى فريق تروا. وكانت المحاولة من برناردو سيلفا، أكيد متابعة خاصة لهذا اللاعب برناردو سيلفا اللي يحترف في المان سيتي سيتيزنز في إنجلترا. مباراة هامة واختبار مفيد للمنتخب التونسي، جواو ماريو للمنتخب البرتغالي، والتدخل الأخير مباشرة للحارس اللي باش يرجع إلى نيس كذلك معز حسن، وإتلالة ممتازة لحارس المنتخب التونسي في المباراة الأخيرة الودية رفقي ضد منتخب كوستاريكا في الأليانز ريفيرا في جنوب فرنسا في نيس. يوان بن علوان قريب منه الياس الصخيري، و محاولة إبعاد الكرة من جانب المنتخب الوطني التونسي واضح مع الضغط من أندري سيلفا وكواريزما وأيضا جواو ماريو وبرناردو سيلفا. هذا رباعي خطير من جانب المنتخب البرتغالي، وحاليا المنتخب التونسي يسعى للخروج بالكرة بتدرج وبدقة، وخاصة من جانب ياسين مرياح. مباشرة صابر خليفة وترجع الكرة في وسط الميدان، وخاطئة من الفرجاني ساسي وتغطية ممتازة من ياس الصخيري، رجوع ممتاز لياس الصخيري كذلك. 35 مباراة سنة رفقي مع فريق مونبولي ركيزة، ومكسب هام للمنتخب الوطني التونسي في الفترة الأخيرة من التحضيرات اللي باش تؤدي إلى أول مباراة أمام المنتخب الإنجليزي يوم 18 جوان المقبل. المحاولة من حمدي النجاز، إبعاد الكرة في المحور من بيبي القيدوم بطل أوروبا سابقا مع ريال مدريد أسامة الحدادي. كرة في الرواق في الكولوار إلى صابر خليفة، مباشرة التغطية من ريكاردو باريرا لاعب بوردو. إذا مباراة مفتوحة، اختار كذلك الاستغناء في هذا اللقاء على اللاعبين معز بن شريفية، وهبي الخزري واضح مصاب مش باش يلعب، محمد أمين بن عمر، خليل الشمام، كريم العريبي، وديلان بران. هذه اختيارات رفقي للمدرب اليوم نبيل معلول. نعيم السليتي لكن أثبت بيبي مباشرة إلى رافائيل جيريرو، كان بطل أوروبا مع البرتغال سنة 2016. ثم جواو ماريو، ثم كواريزما بالقدم إلى برناردو سيلفا، إلى رافائيل جيريرو التوزيعة، إبعاد الكرة من ياسين مرياح، وتدخل من دفاع المنتخب التونسي مباشرة رفقي سيف الدين الخاوي. سيف الدين الخاوي سحب الفرصة الأولى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مع بداية المباراة، ولكن لاحظوا أنه بعض الأخطاء على الرواق اليمين والخطورة من كواريزما. أمامكم بالكعبة اللقطة الفنية من النجم البرتغالي أمام حمدي النجاز وقت اللي كان يوهان بن علوان خارج الميدان. أمامكم النجم البرتغالي من مواليد 1983، واحد من بين أبرز الملاعبية الهجمة البرتغالية. وحذيري ريكاردو بيريرا، كرة برتغالية داخل منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع المنتخب الوطني التونسي، كرة في اتجاه أدريان سيلفا، سيلفا على اليمين وين موجود ريكاردو بيريرا، مقطوعة
كرة من نعيمة السليتي المتألق هذا الموسم مع فريق ديجون، واحد من بين أبرز الملاعبية في البطولة الفرنسية هذا الموسم، والكرة كانت في اتجاه صابر خليفة لكن مقطوعة من دفاع المنتخب البرتغالي. نعرف لمنتخبنا قاعد يحذر آخر الاستعدادات قبل بداية المونديال، النسور تحط في مدينة براغا البرتغالية قبل التحليق مجددا في مدينة جنيف السويسرية، وتربص خاطف لمدة 4 أيام بعد مباراة ودية أمام المنتخب التركي قبل مباراة ودية يوم 9 جوان في روسيا ضد لاروخا المنتخب الإسباني. كرة من نعيمة السليتي يرجع إلى محور الدفاع، الموجود ياسين مرياح، ياسين مرياح البحث عن موسيندا، يواصل بنفس ثنائي المحور نبيل معلول، يوهان بن علوان وياسين مرياح البحث على الاستقرار في محور الدفاع وإعطاء بعض الوقت للعب لملاعبية ممكن لأول مرة مع نبيل معلول، كما صابر خليفة الموجود في التشكيلة الأساسية. أسامة الحدادي على اليسار، أسامة لكن مقطوعة من جانب الدفاع البرتغالي، مهم جدا تقديم أداء لافت أمام المنتخب البرتغالي وتأكيد الأداء اللافت في المباراة الودية ضد كوستاريكا ضد إيران. هجمة خطيرة جواو ماريو، حذيري معاه ياسين مرياح، ياسين مرياح يطيل الكرة لماريو ومعز حسن، ما ثماش المخالفة لكن الكرة خارج أرضية الميدان، ضربة المرمى لصالح المنتخب التونسي. أمامكم الخطير جواو ماريو مصدر الخطورة لحد الآن كيف وكيف كواريسما. في الإعادة التدخل من ياسين مرياح، ما ثم شيء تقريبا 10 دقائق أولى منذ بداية المباراة ودائما التعادل دون أهداف. عبد الرحمن بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البرتغالي منذ قليل نسق كان قوي رفقي نتاع المباراة، وهذه الكرة من جديد الفرصة لصالح المنتخب البرتغالي، محاولة فاشلة مخرج المباراة. ومرة أخرى كواريزما حاليا الدقائق الأخيرة في مناطق المنتخب الوطني التونسي، نشوفوا الهفوة واضحة من معز حسن، وكواريزما في وضعية سانحة عنده برشا فنيات، ومن حسن حظ عناصرنا الوطنية أنه تفنن في إضاعة الفرصة الأخيرة نجم فريق بيزيكتاس في البطولة التركية فترات هذية لصالح المنتخب البرتغالي. شفنا منذ قليل رفقي الجهة اليمنى اللي فيها جواو ماريو وبرناردو سيلفا، والتركيز على جهة أسامة الحدادي وياسين مرياح، ثم رولانس خاطئة من حارس المنتخب التونسي، وكواريسما كاد يفتتح النتيجة هنا في ملعب براغا أو ستاديو مونيسيبال لبراغا. احتضن بعد لقاءات لورو 2016 الكرة الأخيرة في محور دفاع المنتخب التونسي، والتدخل أمام أندري سيلفا أمامكم لاعب ميلان وبورتو سابقا من الوجوه اللي رهن عليها المدرب فرناندو سانتوس من جانب المنتخب البرتغالي مباشرة بعد نهائيات كأس أمم أوروبا. شوفوا التوزيع من ريكاردو باريرا مباشرة في المحور، والتصويبة الرأسية كانت بعيدة من جانب أندري سيلفا أمام يوان بلعلوين أيضا في وسط الميدان لاعب أدريان سيلفا متوسط ميدان ليستر. بالنسبة لاحتياطي المنتخب البرتغالي بيتو حارس احتياطي، برونو ألفيش، مانويل فرنانديز، جوزي فونتي هو مدافع، جواو موتينيو المعروف مع موناكو، كيديس لاعب فالونس، ماريو روي مدافع نابولي، وسيدريك سواريز المنتمي لساوثامبتون في البطولة الإنجليزية. في الأثناء رافائيل غيريرو تصدم الكرة بصابر خليفة والتماس لصالح المنتخب البرتغالي. نذكر عناصرنا الوطنية اختبار آخر هذا الأسبوع أمام المنتخب التركي رفقي في جنيف ياسين الصخيري، لازم يرجع المنتخب التونسي للهجوم. شفنا فرصة منذ انطلاق المباراة في الأثناء المنتخب البرتغالي من جهة جواو ماريو برناردو سيلفا، والجهة اليسرى اللي فيها كواريزما إلى حد الآن يلقاو في مساحات لتنويع اللعب. الترويض من ريكاردو باريرا ثم بيبي
ثم ويليام كارفالهو متوسط ميدان سبورتينغ لشبونه، برناردو سيلفا مع ياسين مريح والكره في مناطق المنتخب التونسي. ياسين مريح ابعاد الكره من نعيم سليتي، جواو ماريو، ريكاردو باريرا، ويليام كارفالهو للمنتخب البرتغالي امام القائد فرجاني ساسي ريكاردو باريرا، ثم بيبي. اقتربنا من ربع ساعه لعب في هذه الفتره الاولى في ثاني لقاء ودي في تاريخ المنتخبين مشاهدينا، والتعادل 0-0 في ملعب براغا. ياسين مريح، برناردو سيلفا، ثم استرجاع الكره من جانب المنتخب الوطني التونسي في عكس الهجوم. المحاوله من ما توصلش لسيف الدين الخاوي والتغطيه من ريكاردو باريرا والمطالبه بلمسه يد من جانب لاعبي المنتخب التونسي. شوفوا التوزيعه من انيس البدري والكره معناها كانت عفويه، ابعاد الكره من ريكاردو باريرا. ونشوفوا الحوارات والهايلايتس حاليا والنتيجه 0-0. دائما التعادل دون اهداف بين المنتخبين. مباراه تعيد للاذهان المواجهه في اكتوبر سنه 2002، مباراه وديه في لشبونه وفات بالتعادل هدف مقابل هدف. نذكر علي الزيتوني كان ساحب هدف المنتخب الوطني التونسي، والهداف بيدرو ميغيل باوليتا هداف المنتخب البرتغالي انذاك كان ساحب هدف المنتخب البرتغالي. لمن ستؤول الكلمه في المباراه الوديه في مدينه براغا بعد تعادل سنه 2002 في مدينة لشبونة. كرة في وسط الميدان بين الفرجاني سيسي ما يقدرش، لكن تبقى للمنتخب البرتغالي. كواريزما خطير دائما على الرواق اليسار، وين موجود حمدي لناكيز كواريزما وبعيدة. تصويبة البرتغالي ريكاردو كواريزما بعيدة كل البعد على مرمى معز حسن، وضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. الصراعات والثنائيات أكيد باش نشوفوها تيلة الواجهة تيلة المباراة. قلت مباراة ودية مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي، خاصة وأنه منتخبنا نذكر أصبح في المرتبة 14 عالميا لأول مرة في تاريخه يصل لهذا المركز، يصل لهذه المرتبة. جواو ماريو إلى أدريان سيلفا، ريكاردو بيريرا، تبقى الكرة لرافائيل جيريرو دون عنوان. رمية التماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. تقريبا ربع ساعة أولى في المباراة في هذا الشوط الأول. نذكر لكل من يتابع ويشاهد الوطنية دائما التعادل دون أهداف، ولكن الأخطاء تتكرر. تقريبا نفس المشهد مرة أخرى، وين موجود ريكاردو كواريزما؟ بعض الأخطاء، حذاري من ارتكاب الأخطاء. وين موجود نجم المنتخب البرتغالي كواريزما؟ لاعب الخبرة، فنيات كبيرة، مصدر الخطورة إلى حد الآن. يحاول صابر خليفة الضغط، حب يعمل البريس على دفاع المنتخب البرتغالي. تكتل دفاعي للمنتخب الوطني التونسي. حذاري حمد الله نجاز أمام كواريزما، يرجع لمعز حسن كما جيت. يلزم المنتخب الوطني التونسي يرجع للضغط، يرجع للهجوم. هذا الضغط اللي نحبوه. صابر خليفة بين زوز ملعبيه الى انيس البدري، نعيم السليتي، نعيم، وضربه مخالفه واضحه، ضربه المخالفه حسب اشاره الايطالي بانتي. 44 سنه الحكم الايطالي حكم المباراه، وضح التدخل من ادريان سيلفا على نعيم السليتي، وضربه المخالفه للمنتخب الوطني التونسي. وعبد الرحمن منتخبنا مطالب بالضغط، مطالب بانتاج الفرص، بانتاج المحاولات، وعلاش لا تسجيل الاهداف. صحيح، وروجيستر اخر مباراه اخرى بالمقارنه مع المنافسين اللي قابلهم المنتخب التونسي، منتخب كوستاريكا ومنتخب ايران. هذا منتخب عنده اكثر فنيات، يحب التحكم في الكره، عنده لاعبين قويين في الهجمات، معناها في الواحد ضد واحد، خاصه كواريزما، برناردو سيلفا. واحسن اختبار للمنتخب التونسي، خاصه منافس يشبه شويه للبرتغال اللي هو المنتخب البلجيكي بنفس القيمه والاداء. المخالفه من سيف الدين الخاوي السعود ليوان بالعلوان، والقائد بيبي في التغطيه الاخيره. لعب كاس العالم 2014، لعب كاس العالم 2010، كاس امم اوروبا 2012 و2016 مع المنتخب البرتغالي، والقاب
معناها قارية وعالمية أيضا مع ريال مدريد كأس العالم الأندية والشامبيونز ليج. سيف الدين الخاوي في المحور، ياسين مريح والمخالفة ضد مدافع المنتخب الوطني التونسي مدينة براغا مش بعيدة على بورتو وين نزل المنتخب التونسي يوم الجمعة الماضي. فريق سبورتينغ براغا هو الفريق اللي يلعب في هذا الملعب ولعب نهائي لأوروبا ليغ 2011 امام فريق بورتو، الحكم لوكا بونتي، المدرب فرناندو سانتوس كان مع المنتخب اليوناني في كأس العالم 2014 لورو 2012 وقاد المنتخب البرتغالي الى كأس امم اوروبا حاليا بدون ناني، استغنى على ناني، وايضا هداف نهائي كأس أمم أوروبا اللي هو إيدير لاعب لوكوموتيف موسكو. اختيارات بالنسبة لكل الفنيين وعملت برشا مشاكل والاختيارات برشا ضجة حتى مع ديشان في المنتخب الفرنسي وكذلك مدرب المنتخب الإسباني، مدرب المنتخب البلجيكي الإسباني روبرتو مارتينيز مع نايغولان الاستغناء على خدماته. سخيري ثم حمدي النجاز مباشرة لمحور دفاع المنتخب الوطني التونسي اللي قبل في فترة اللعب مع بعض الفرص لصالح المنتخب البرتغالي وخاصة كرة كواريزما اللي حاول رفع الكرة بالحارس معاذ حسن لكن فوق المرمى فنية كبيرة. حاليا المساحات لصالح المنتخب التونسي والصعود من الجهة اليسرى لأسامة الحديدي والتدخل من ريكاردو باريرا نفس المنهج كما في ديجان، الجهة اليسرى مع نعيم السليتي، نشوفوا المحاولة والصعود من الجهة اليسرى لأسامة الحديدي، سنة من أبرز اللاعبين سجل ضد فريق ستاسبور بالرأس ولعب حتى في المحور معناها مع المدرب ديلوغليو كظهير أو كمدافع محوري في تركيبة فريق ديجان. الكرة في دفاع المنتخب التونسي، التوزيعة من يوان بن علوان، التركيز على نعيم السليتي من الجهة اليسرى لكن متسلل. إذا مشاهدينا الكرام التعادل دائما صفر مقابل صفر قبل لقاء أمام المنتخب التركي ولقاء أمام المنتخب الإسباني في مدينة كراسنودار الروسية يوم 9 جوان المقبل. نعيم السليتي كان في موقع التسلل، واحد من بين أبرز الملاعبية في فريق ديجون في البطولة الفرنسية وأيضا في المنتخب الوطني التونسي، ونذكر بغياب وهبي الخزري نجم المنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات ودية ضد المنتخب الإيراني وأيضا ضد المنتخب الكوستاريكي بسبب الإصابة، غير موجود ضمن حسابات المدرب نبيل معلول، قاعد في فترة تأهيل وهبي الخزري، إن شاء الله ممكن يلعب ضد المنتخب التركي ولو انه صعيب برشا، ان شاء الله ضد المنتخب الاسباني يكون جاهز 100%. هذه كره برتغاليه عن طريق اندري سيلفا ولكن تصويبه بعيده برشا على مرمى معز حسن، هذا مهاجم الميلان حامل القميص رقم 9. نذكر بغياب الدون كريستيانو رونالدو عن وديه اليوم الهدف التاريخي للمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهداف المنتخب البرتغالي في تصفيات مونديال روسيا 2018، مسجل 15 هدف بالتمام والكمال، يبقى الرقم صعب، يبقى النجم الأول للمنتخب البرتغالي. كرة في دفاع المنتخب البرتغالي عن طريق روبين دياس إلى كواريزما، الهجمة البرتغالية فقط من جانب ملاعبية المنتخب الوطني التونسي مهم جدا افتكاك الكرة. الياس السخيري ياخذ الكرة للقائد للكابيتانو في مباراة اليوم الفرجاني السياسي من يحمل شارة القيادة بالنسبة لنصور قرطاج في مباراة اليوم. هذه هجمة تونسية، ريس البدري طلب كرة من صابر لكن ما تنجحش التمريرة، مقطوعة من دفاع المنتخب البرتغالي ويليام كارفالو. الهجمة السريعة برتغالية، هجمة سريعة حذيري من ترك المساحات الملعبية، عندهم فنيات ومهارات على غرار هذا الموهوب كواريزما من اليمين أو من اليسار، مشير اليمين أندري سيلفا والهدف الأول. الهدف الأول قلت حذيري من ترك المساحات، العرضية من اليمين وأندري سيلفا يتمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 22. خطأ في دفاع المنتخب الوطني التونسي ومعطى جديد في المباراة أندري سيلفا.
يهز شباك معز حسن في الدقيقة 28. قلت حذاري من ترك المساحات، هذه الإعادة كانت من ريكاردو كواريزما دون رقابة، يرتقي مفرده لوحده أندري سيفا عبد الرحمن، يضع الكرة في شباك معز حسن، وهذه الإعادة في أكثر من مرة. صحيح، واندري سيلفا اللي كان سجل هدفين هذا الموسم مع ميلان، ما قدمش موسم كبير لكن سجل 9 أهداف في تصفيات كأس العالم، 15 هدف لكريستيانو رونالدو و9 أهداف في التصفيات لأندري سيلفا، راهن عليه المدرب فرناندو سانتوس. شفنا التوزيعة من كواريزما اللي مشى إلى الجهة اليمنى عادة وبدأ المباراة من الجهة اليسرى، كرة على الدوزيام بوتو على القائم الثاني، والتصويبة الرأسية من أندري سيلفا. تبقى دائما مباراة ودية، هذا الأونيفو، هذا المستوى العالي اللي باش يواجه المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم، وما أدراك ما كأس العالم، معناها المنتخب البلجيكي نفس الفنيات، نفس النسق، نفس المواهب ونفس السرعة في حبك العمليات الهجومية. المنتخب الإنجليزي مش نفس المواصفات، معناها المنتخب البرتغالي أحسن اختبار المنتخب التونسي، وكذلك أمام المنتخب الإسباني. حمدي النجاز من الجهة اليمنى أمامه رافائيل غيريرو، توزيعة والكرة على مستوى القائم الأول لسيف الدين الخاوي، كان في وضعية مناسبة أمام الحارس أنتوني لوبيز. شوفوا المجهود الفردي من حمدي النجاز، يبعد على رافائيل غيريرو والرجل اليسرى لسيف الدين الخاوي، يلزم المنتخب التونسي جازف يمشي لمناطق الحارس أنتوني لوبيز. ثم الإمكانيات مع تواجد أنيس البدري برشا، طلب كرة في الرواقة والمحور لصابر خليفة، والمحاولة من جانب هجوم المنتخب التونسي كردة فعل أولى على الهدف الأول المسجل من أندري سيلفا للمنتخب البرتغالي. تقريبا 25 دقيقة في ملعب براغا، والأسبقية لتشكيلة المدرب فرناندو سانتوس. من جديد يرجع كواريزما إلى الجهة اليسرى، وشفنا في أول إطلالة من الجهة اليمنى توزيعة دقيقة من اللاعب السابق لإنتر وتشيلسي إلى أندري سيلفا، المعروف أنه تكون في بورتو، البطل الحالي في البرتغال والملاحق فريق بنفيكا وسبورتينغ في المركز الثالث، وبراغا اللي يلعب في هذا الملعب ملعب براغا، تأهل الأوروبا ليج بالنسبة للموسم المقبل. الكرة لصالح المنتخب البرتغالي من جانب بيبي، ثم روبن دياس، رافائيل غيريرو إلى كواريزما مباشرة إلى القائد من جديد بيبي في غياب كريستيانو رونالدو. برناردو سيلفا، ريكاردو بيريرا يبعد على أسامة الحدادي، ريكاردو بيريرا والتغطية من جانب محور دفاع المنتخب التونسي وبالتحديد من ياسين مرياح. المنتخب البرتغالي منذ بداية المباراة خاصة مع جواو ماريو، برناردو سيلفا، ريكاردو بيريرا يلعب برشا على الجهة اليسرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي. أمامكم اللاعب اللي باش يحترف الموسم المقبل مع فريق ليستر، وركنية لتشكيلة المدرب فرناندو سانتوس. ضربة ركنية ودائما الخطورة على يسار دفاع المنتخب الوطني التونسي. حذاري حذاري تضرب الكرة في اليسار الصخيري، ويبعد الخطر. دفاع المنتخب الوطني التونسي ضاغط المنتخب البرتغالي حتى بعد تسجيل الهدف الأول عن طريق أندري سيلفا دقيقة 22، مازال يواصل الضغط، مازال ينتج في الفرص. حذاري جواو ماريو، ماريو أسامة الحدادي ثابت بامتياز، أسامة الحدادي يبعد كرة كانت تقريبا من مرمى معز حسن. منتخبنا قاعد يقبل في اللعب في ظل هيجان هجوم المنتخب البرتغالي اللي خلق عديد المحاولات حتى بعد تسجيل الهدف الأول. حمدي النكيز، المنتخب الوطني التونسي مطالب بالعودة للهجوم. معز حسن إلى ياسين مرياح، يرجع المعز حسن ليواصل حماية شباك المنتخب الوطني التونسي للمباراة الثانية على التوالي، للمباراة الودية الثانية بعد المباراة الودية ضد المنتخب الكوستاريكي في مدينة نيسا الفرنسية. معز حسن يواصل حراسة شباك المنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم
في ودية مدينة براغا البرتغالية. أكيد نبيل معلول سيبحث عن الحلول. المنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن هجوميا ما زال بعيد، منتخبنا اللي قادر على التسجيل. شفنا زوز فرص عن طريق سيف الدين الخاوي. يلا يانيس للخاوي، ممتاز الهجمة التونسية. صابر خليف، يلزم المنتخب ينزل للهجوم، يلزم الضغط، يلزم صناعة الفرص. كرة لنعيم السيتي وسامر حدادي، وسهلة عند أنتوني لوبيز. سهلة العرضية بتاع وسامر حدادي، والهجمة ترجع برتغالية. والحدادي يرجع للمساندة الدفاعية، يحط الكرة في التماس. المنتخب الوطني التونسي الحقيقة عنده إمكانيات باش ينجم يقلق المنتخب البرتغالي على مستوى الهجوم، ينجم يخرق الفرص. وشفنا سيف الدين الخاوي، وشفنا وقت اللي حمدي النقاس يصعد ويساند من جهة اليمين، وقت اللي الحدادي يمشي من اليسار، ينجم منتخبنا يخلي المنتخب البرتغالي في وضعية صعبة دفاعيا، ولكن يبقى موجود هجوميا وحذاري. حذاري مرة أخرى، بعض الأخطاء في المحور. ياسين مرياح ما خدش الكرة، مشيت لمعز حسن، وبدينا نقربوا من نصف ساعة أولى في المواجهة في المباراة. دائما راس بقية برتغالية على حساب المنتخب الوطني التونسي، هدف دون مقابل. نذكر لكل مشاهدينا هدف أندري سيلفا دقيقة 28. يوان بن علواني بعد الكرة من مناطق المنتخب التونسي مباشرة إلى روبن دياس، لاعب شاب في أول موسم في الدرجة الأولى البرتغالية، لاعب فريق بنفيكا، لكن شاركوا المدرب فرناندو سانتوس في هذا اللقاء الدولي الودي باش يكون في القائمة تاع 23 لاعب للمنتخب البرتغالي في نهاية كأس العالم في المحور، رغم المنافسة مع برونو ألفيس وجوزي فونتي لاعب السابق لساوثامبتون، وكذلك بيبي في محور دفاع المنتخب البرتغالي، وكان أبرز لاعب في السنوات القليلة الماضية كارفالو اللاعب السابق لريال مدريد وتشيلسي وموناكو. اقتربنا من نصف ساعة لعب في الشوط الأول في ملعب براغا الأسبقية للمنتخب البرتغالي، ومن جديد برناردو سيلفا. برناردو سيلفا الكرة في المحور، والمحاولة من جانب نفس اللاعب اللي سجل هدف الأول أندري سيلفا. قلب هجوم ميلان ملقاش برشا وقت لعب سنين، ملقاش الآليات في ميلان، لكن متألق في المقابل مع المنتخب البرتغالي. ونشوف الكرة الأخيرة من صاحب الهدف الأول أندري سيلفا، رغم معناها القيمة المالية الكبيرة اللي تحولوا إلى فريق ميلان، لكن سناء ما كانش متألق مع تشكيلة المدرب جاتوزو. فرجاني ياساسي، أنيس البدري في انتظار محاولات من جانب عناصرنا الوطنية. حمدي النقاز والكرة طويلة شوية من سيف الدين الخاوي. إذن برونو ألفيس وجواو موتينيو وجيديس بالنسبة لأبرز الأسماء على بنك الأحتياط، وأيضا فرنانديز لاعب سبورتينغ لشبونة، ومانيول فرنانديز لاعب لوكوموتيف موسكو، الاحتياطيون في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس. فرجاني ياساسي للمنتخب الوطني التونسي، أنيس البدري أمامه أدريان سيلفا، ثم لياس السخيري. لياس السخيري 4 أهداف هذا الموسم في البطولة الفرنسية من خلال 35 لقاء. ويليام كارفالو يسترجع الكرة ريكاردو كواريسما إلى أندري سيلفا، المخالفة من حمدي النقاز. يذكر المنتخب البرتغالي في آخر لقاء ودي كانت احتجاجات كبيرة على مردودو، هزيمة حتى مع كريستيانو رونالدو في مارس الماضي 3-0 أمام المنتخب الهولندي في جنيف. وقتها شرك بعض الاحتياطيين ما كانوش في المستوى المأمول المدرب فرناندو سانتوس، على عكس المنتخب التونسي أداء ونتيجة أمام المنتخب الإيراني ومنتخب كوستاريكا في مارس 2018 في الأثناء الأسبقية لأندري سيلفا. والمقابلة ما زالت لعناصر الوطنية للتدارك وتقديم أداء على غرار لقاء إيران وكوستاريكا. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي هجوميا ينجم يقلق المنتخب البرتغالي على شلال تعديله. الحقيقة منتخبنا قادر على التسجيل، لكن يلزم يفيق دفاعيا لأنه بعض الأخطاء. ممتاز حمدي النقاز بامتياز، النقاز على الرواق اليمين إلى الياس الصخيري. شوف وين يرجع الياس الصخيري للمساندة للتغطية، تأكيد لصعوبات كبيرة على المستوى الدفاعي.
اللي يلقاه المنتخب الوطني التونسي. كما جات حمدي النقاز الفرشيني السيسي مع جواو ماريو، ابقى برتغاليه الى ادريان سيلفا الحذاري من الهجمه هذه. ريكاردو باريرا من رواق اليمين، ياسين مرياح يقطع الكره ويضع الكره في التماس. امامكم ياسين مرياح المرشح لمغادره النادي الرياضي الصفاقسي، ممكن بعد المونديال قد يخوض تجربه احترافيه خارج البطوله التونسيه. ياسين مرياح قلب الدفاع، الملاعب اللي يصبح ثابت في التشكيله الاساسيه بالنسبه لاختيارات وحسابات المدرب نبيل معلول. ان شاء الله منتخبنا يرجع الثبات على مستوى الدفاع في ظل بعض الاخطاء وفي ظل تاخره في النتيجه. نذكر هدف دون مقابل هدف اندري سيلفا. جواو ماريو ديما على اليمين، ديما الرواق اليمين، الجهه المحافظه لخط هجوم المنتخب البرتغالي لابناء فرناندو سانتوس. جواو ماريو الى ويليام كارفالو الى ريكاردو كواريزما. ريكاردو كواريزما النجم بشكتاش التركي، العرضيه يرجع نعيم السليت، يلزم تمر سلامات الكره هذه. وسام الحدادي فايق يحط الكره في الركنيه، ممتاز وسام الحدادي يضع الكره في الركنيه. قاعدين نقبلوا في برشا لعب، المنتخب البرتغالي قاعد يضغط، قاعد يهاجم متقدم في النتيجه وقاعد يقلق برشا في دفاع المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله منتخبنا يتدارك، ان شاء الله نعدوا الاوتار على مستوى خط الدفاع وضربه ركنيه للمنتخب البرتغالي. ممتاز الياس السخيري كانت من برناردو سيلفا، والهدف الثاني جواو ماريو. جواو ماريو يسجل الثاني. قلت قاعدين نقبلوا في اللعب، قاعدين نرتكبوا في الاخطاء، والتاكيد ياتي من خلال اضافه الهدف الثاني وحيره نبيل معلول على بنك البدلاء. جواو ماريو دقيقه 34 يضيف الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي بتصويبه قويه استقرت في شباك معز حسن. قلت لازم نعدوا الاوتار. هذا العرض البطيء بعد تنفيذ ركنيه، بعد كره ثانيه الترويض بامتياز كما جات. جواو ماريو عبد الرحمن يتمكن من اضافه الهدف الثاني. صحيح، إعادة من جديد الكرة من خارج منطقة الجزاء، رجل اليمنى لجواو ماريو المعار من إنتر ميلانو إلى ويست هام من كرة ثابتة ونفس الجهة. الهدف الأول كان من الجهة اليمنى ثم الروتري، والكرة راجعة من دفاع المنتخب التونسي، وبالطبع الهدف من جواو ماريو في مرمى الحارس معز حسن. والأسبقية من جديد مضاعفة النتيجة لصالح المنتخب البرتغالي. الأهداف للاعب الشاب أندري سيلفا ومتوسط الميدان جواو ماريو اللي كان من الوجوه البارزة في نهائيات كأس أمم أوروبا في فرنسا. صابر خليفة، التدخل من بيبي أمام المهاجم المحوري حاليا للمنتخب الوطني التونسي، وبيبي ينقذ الموقف في محاولة مباشرة بعد الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي من جانب عناصرنا الوطنية. حمدي النقاز، حمدي النقاز، سيف الدين الخاوي، أنيس البدري، أنيس البدري، فرجاني ساسي، أدريان سيلفا، ثم بيبي، أدريان سيلفا، أندري سيلفا، ويليام كارفالهو، أدريان سيلفا، ثم جواو ماريو، برناردو سيلفا. التدرج السريع من جانب المنتخب البرتغالي، مباشرة طلب الكرة سليم من أندري سيلفا وياسين مرياح، والكرة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. سرعة في حبك الهجمات من جانب المنتخب البرتغالي، الجهة اليمنى دائما نشيطة. برناردو سيلفا إلى أندري سيلفا، والكرة الأخيرة واضح هو اللي خرج الكرة، قلب هجوم فريق ميلان وبورتو سابقا. أسامة الحديدي للمنتخب التونسي، وتدخل من روبن دياس أمام صابر خليفة. الكرة لو لمسها صابر خليفة ينجم يكون هدف للمنتخب الوطني التونسي في رد فعل من جانب عناصرنا الوطنية. والتوزيعة من أسامة الحديدي وروبن دياس المدافع المحوري لبنفيكا يتدخل في آخر لحظة. أمامكم الحارس أنتوني لوبيز
هدف أندري سيلفا وجواو ماريو سيف الدين الخاوي مباشرة لحارس ليون في البطولة الفرنسية. أنتوني لوبيز سابقا أيضا الظهير الأيسر رافائيل غيريرو كان في لوريون من مواليد فرنسا، ونفس الوضعية لأدريان سيلفا متوسط الميدان أيضا ولد في فرنسا، اللاعب السابق لفريق سبورتينغ وليستر حاليا أمامكم المدرب الوطني نبيل معلول. أكيد سيعادل الأوتار في فترة ما بين الشوطين مع بعض الهفوات اللي كانت معنا جسمت بأهداف لصالح المنتخب البرتغالي. توزيع من كواريسما لأندري سيلفا ثم المحاولة والتسويبة الدقيقة من جواو ماريو. وسام الحدادي مباشرة الكرة في مناطق المنتخب البرتغالي وترجع من جديد لصالح عنا سنة والبريس من برناردو سيلفا وأدريان سيلفا وجواو ماريو. يوهان بن عنوان على اليمين إلى حمد النقيز المنتخب الوطني التونسي مطالب بالضغط مطالب بالوصول إلى المرمى. نعيم السليتي ثم طلب كرة من نعيم السليتي والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي. أخيرا المنتخب يسجل. نعيم السليتي بتسويبة قوية يتمكن من تسجيل الفارق. المنتخب الوطني التونسي قلنا قادر على التسجيل، والتسجيل يأتي بأقدام نعيم السليتي. التسويبة القوية بدأت من الخاوي إلى حمد النقاس نعيم السليتي، ومن صوبه هو أنيس البدري. الأسيس كان من نعيم السليتي، أنيس البدري كما جات يصوب في شيبي كونتينو لوبيز. كانت التمريرة من نعيم السليتي والتسويبة من أنيس البدري هو اللي سجل الهدف. أنيس البدري من دون هدف المنتخب الوطني التونسي بعد تمريرة نعيم السليتي. الحقيقة كانت جملة تكتيكية يا عبد الرحمن، بديت من سيف الدين الخاوي الحمد النقيز نعيم السليتي وأنهاها مسك الختام بأقدام أنيس البدري. الحقيقة جملة تكتيكية إن شاء الله تتكرر في قادم الدقائق. وثاني أهداف أنيس البدري مع المنتخب التونسي، نذكر رفقي كان هدف حاسم ضد المنتخب الكونغولي. واضح كي جازف المنتخب التونسي لعب كرة سريعة وتبادل كروي ممتاز مع صعود معناها الظهير المنتخب البرتغالي لقى ثغرة المنتخب التونسي والتمهيد من لاعب مهد في 6 مرات لاسيست معناها في البطولة الفرنسية اللي هو نعيم السليتي. والقوة في التسويب من أنيس البدري ومغادرة الحارس أنتوني لوبيز معناها مش معفى من أخطاء دفاع المنتخب البرتغالي كي يلعب الكرة المعتادة. المنتخب التونسي مع لاعبين عندهم فنيات كما الخاوي نعيم السليتي أنيس البدري مع صعود خاصة لوسام الحديدي أيضا حمدي النقاز. واضح أنه كرة القدم في المستوى هذا متاع كأس عالم يلزم تسجل باش تبقى في المباراة، وكرة القدم في المستوى العالي معناها النجاعة معناها الأهداف. وواضح اليوم اختبار مفيد جدا لعناصرنا الوطنية، 3 أهداف كاملة في الشوط الأول معناها كل مدرب عنده برشا حسابات معناها، والنتيجة هي في المستوى الثاني أو الثالث يقيم كل مدرب أداء اللاعبين والطريقة التكتيكية المثلى وأيضا اللي بالإمكان انتهاجها في قادم المواعيد، خاصة البرتغال لقاء أول أمام المنتخب الإسباني والمنتخب التونسي لقاء أول هام يوم 18 جوان أمام المنتخب الإنجليزي. أنيس البدري أكد أنه في فترة مواتية مع الأهداف المسجلة في كأس الأبطال مع الترجي وهدف حاسم في كينشاسا في سبتمبر 2017 واليوم كواريسما خطير في المحاولات والكرة فوق المرمى بقليل. ريكاردو كواريسما مر عبر بورتو بيزيكتاس. شوفوا المحاولة الفنية من جواو ماريو والتدخل من ليس الصخيري ثم بداخل رجل اليمنى كواريسما. لعب في تشيلسي، لعب في انتر ميلانو في مناسبتين. حمدي النقاز نعيم السليتي 7 أهداف في البطولة الفرنسية و6 تمريرات حاسمة. ترجع الكرة من جديد لريكاردو بيريرا إلى بيبي مباشرة وسط الميدان أدريان سيلفا ثم برناردو سيلفا.
من جديد أدريان سيلفا، كرة في المحور جواو ماريو، ويليام كارفالو متكون في سبورتينغ لشبونة يسترجع الكرة المنتخب التونسي، يزمو ما يخليش المساحات والتدرج السريع المنتخب البرتغالي، وعمل وسط الميدان هام جدا مع لاعبين عندهم فنيات كما المنتخب البرتغالي، ما يزموش تخليه يتقدم برشا في مناطق المنتخب التونسي، معناها وعندهم لاعبين قوين برشا في البوسيسيون في التحكم في الكرة، والتغيير معناها المباشر رفقي الجهة اليمنى الجهة اليسرى، برناردو سيلفا وكواريزما شفناه في الهدف الأول كان من الجهة اليسرى ثم تحول للجهة اليمنى، نفس الخصال والتوزيع الدقيقة لقلب هجوم ساعد في المنتخب البرتغالي، آمن به المدرب فرناندو سانتوس اللي هو أندري سيلفا، قلت مع كريستيانو 24 هدف في تصفية كأس العالم. كرة برتغالية، قلنا المنتخب الوطني التونسي نجم يكون موجود هجوميا، نجم يصنع الفرص ونجم يسجل الأهداف، وهذا اللي صار دقيقة 37 عن طريق ريس البدر، ويلزم يفيق منتخبنا دفاعيا، يلزم ما عادش يكرر الأخطاء اللي شفناها بداية الفترة الأولى، الأخطاء اللي خلات المنتخب البرتغالي ياخذ النتيجة ياخذ سكور مارتين. جواو ماريو، الهجمة البرتغالية، تبقى الكرة لابنه فرناندو سانتوس، كانت من رافائيل كيريرو، رافائيل إلى ويليام كارفالو. المنتخب الوطني التونسي يعود إلى مناطقه، يلزم افتكاك الكرة قبل ما توصل 30 متر الأخيرة، هذا افتكاك الكرة من جانب ياسين مرياح، يرجع لمعز حسن كما جات حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي، صابر ما ياخذهاش، وثم ضربة مخالفة، وجود الضربة المخالفة لمهاجم المنتخب الوطني التونسي بعد تدخل روبن دياس أمام صابر خليفة، العرض الباطي والإعادة، تأكد وجود ضربة مخالفة لمهاجم المنتخب الوطني التونسي. حمد الله نقيس ممتاز، يلا يا نقيس، المحاولة الأولى حب يراوغ في كرة ثانية، لكن كرة سهلة لأنتوني لوبيز حارس مرمى المنتخب البرتغالي. ممكن هذه الإعادة بالنسبة لكرة حمد الله نقيس، مادام نحكيو عبد الرحمن على حراس مرمى المنتخب البرتغالي، ثم اتفاق ممكن رسمي في قادم الدقائق على انضمام روي باتريس والحارس الاحتياطي حارس سبورتينغ لشبونة للانتقال لفريق نابولي الإيطالي، صفقة قيمتها تقريبا 18 مليون يورو، باش نعرفوا قيمة لاعبية المنتخب البرتغالي حتى اللي يلعبوا على الدكة، ينجموا يكونوا ملاعبية عندهم قيمة تقريبا ثواني على نهاية 45 دقيقة أولى، ثمن الأسبقية البرتغالية أمام المنتخب الوطني التونسي 2-1. صحيح، روي باتريسيو هو الحارس الأساسي للمنتخب البرتغالي، واضح أنه رينا، تأكيد لكلامك رينا حارس نابولي سينتقل إلى ميلان، وواضح كارلو أنشيلوتي يعقد في الصفقات مع المنتخب مع فريق نابولي، ما مشاش المنتخب الإيطالي، ونفس الإطار الإيطالي لوكا بانتي يعلن مشاهدين على نهاية الشوط الأول بتقدم المؤقت للمنتخب البرتغالي على المنتخب التونسي هدفان مقابل هدف، ملتقانا مع بداية الشوط الثاني بإذن الله. مشاهدينا متتابعينا، عودة من جديد إلى ملعب براغا ليحتضن لقاء دولي الودي بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البرتغالي، تأكل الشوط الأول والأسبقية لتشكيلة المدرب فرناندو سانتوس، هدفين مقابل هدف. هاو أمامكم الشريط الأهداف، التوزيعة من كواريزما إلى أندري سيلفا بتصويبة رأسية، إغالة الحارس معز حسن، شوفوا التوزيعة الدقيقة حكينا عليها في الشوط الأول رفقي، والهدف من زاوية أخرى، التوزيعة من نجم بيزيكتاس التركي، كواريزما إلى أندري سيلفا، الأسبقية للمنتخب البرتغالي، ثم سيأتي هدف جواو ماريو من تصويبة دقيقة، وبعد ذلك أنيس البدري بتصويبة قوية يذلل الفريق لصالح المنتخب الوطني التونسي، كرة راجعة من ياسر السخيري، والتصويبة الساحقة من لاعب إنتر المعادي ويست هام جواو ماريو لاعب السابق لسبورتينغ لشبونة، التصويبة اليمينية القوية وتذليل الفريق رفقي كان المنتخب التونسي بعد التمهيد من نعيم سليتي إلى أنيس البدري. وهذه الإعادة لهدف المنتخب الوطني التونسي، العمل من اليمين من حمد النقاس، التمرير من نعيم سليتي والتصويب بقوة
من أنيسة البدري، هدف تذليل الفارق للمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي أداؤه كان دفاعيا أقل من المطلوب، هجوميا ينجم يكون خير من هكا، في انتظار بداية الفترة الثانية، في انتظار بداية الشوط الثاني، والتذكير بأسماء المنتخب الوطني التونسي في المرمى: معز حسن، حمدي النقاز، أسامة الحدادي، يوان بن عنوان، ياسين مرياح، الياسر الصخيري، الفرجاني سياسي، سيف الدين الخاوي، أنيسة البدري، نعيمة السليتي، وصابر خليفة. هذوما الأسماء بالنسبة للتشكيلة الأساسية، وتغيير بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بدخول علي معلول مكان أسامة الحدادي، هذا الخيار الأول اللي يقوم به نبيل معلول. عبد الرحمن، من جانب المنتخب البرتغالي ماريو روي مدافع نابولي ياخذ مكان رافائيل غيريرو من الجهه اليسرى لدفاع المنتخب البرتغالي. واضح ماريو روي مش من ركائز المنتخب البرتغالي، وفرصه من جانب المدرب فيرناندو سانتوس يمنحها لمدافع نابولي مع المدرب ساري، والمدرب المقبل هو كارلو أنشيلوتي. تذكير مشاهدينا بتشكيلة المنتخب البرتغالي: أنتوني لوبيز، بيبي قاد الفريق، ماريو روي خذا مكان رافائيل غيريرو، روبن دياس في المحور، ريكاردو باريرا من الجهة اليمنى، ويليام كارفالهو، جواو ماريو، أدريان سيلفا، برناردو سيلفا، ريكاردو كواريسما، وأندري سيلفا قلب هجوم ميلان وبورتو. سابقا الدقيقة الأولى تقريبا في الفترة الثانية، ثلاثة أهداف شاهدناها في الفترة الأولى في ثاني لقاء ودي بين المنتخبين بعد أكتوبر 2002. مرة أخرى جواو ماريو، والحارس معز حسن يتلقى الكرة الأخيرة من كرة في مناطق المنتخب التونسي. جواو ماريو في محاولة أخرى في الأثناء، المنتخب التونسي في محاولة عكس الهجوم والتوزيع إلى صابر خليفة، والتدخل من بيبي وترجع الكرة مباشرة إلى روبن دياس. إجابة المنتخب التونسي عبر الكرات، ويظهر فخر الدين بن يوسف كذلك خذ مكانه في التشكيلة الأساسية، هو صاحب التوزيعة الأخيرة أمامكم فخر الدين بن يوسف. التغيير مكان سيف الدين الخاوي، قلت ثم تعديلات مؤكدة في فترة ما بين الشوطين من جانب مدرب المنتخب الوطني التونسي، أكيد شاء يتحسن الأداء في الفترة الثانية مع العمق الهجومي اللي نجم يمنحه علي معلول. هاو الكرة الممنوحة لنعيمة السليتي في مساندة من جانب علي معلول إلى نعيمة السليتي، أكيد باش يتحسن الأداء خاصة من الرواق الأيسر للمنتخب التونسي ريكاردو باريرا، ياسين مرياح، ثم علي معلول، نعيمة السليتي، فرجاني ساسي، برناردو سيلفا لصالح المنتخب البرتغالي، ويليام كارفالهو من جديد، أدريان سيلفا لاعب اللي تلقى إصابة ورجع إلى المنافسة في جانفي 2018. في الأثناء أنيسة البدري صاحب الهدف الوحيد، الكرة ترجع من جواو ماريو، ثم الياس الصخيري، فرجاني ساسي، والتدخل إن شاء الله لاباس لمتوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي بعد التدخل الأخير وقائد المنتخب اليوم والحوار مع أندري سيلفا. والمخالفات في اللقطة الأخيرة هذه الإعادة بين أندري سيلفا، استخدام عفوي بين اللاعبين، بين الفرجاني ساسي وأندري سيلفا، سحب الهدف الأول للمنتخب البرتغالي. أكيد كل منتخب في الفترة هذه يبحث على حماية الملاعبية نتاعو، نعرف خطر الإصابات ينجم يكون موجود في أي لحظة، وكل المنتخبات تقريبا تعاني من غياب ملاعبية بسبب الإصابة. نذكر المنتخب الوطني التونسي إصابة يوسف المساكني، نجم المنتخب الوطني التونسي سيكون غائب رسميا عن مونديال روسيا 2018. نزيدوهم المهاجم طه ياسين نخنيسي، وهذا المهاجم الشاب عبد الرحمن عمره 21 سنة، جيديس مهاجم فريق فالونس، ينجم يكون بين الحلول نتاع فيرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي، معار من باريس سان جيرمان الفرنسي. واكيد عديد المهاجمين اللي مروا تاريخيا بالمنتخب البرتغالي، ممكن ابرزهم باوليتا اللي نحكيو زاده تاريخيا على الجوهره السوداء، اوزيبيو
لاعب كبير برشا، عديد الاسماء، عديد الاسماء الرنانه اللي تبقى عالقه في الاذهان. اصابه اندري سيلفا ليغادر ارضيه الميدان، ان شاء الله سلامات ايضا للفرجاني ياساسي. ان شاء الله وقت اللي نوصلوا للمونديال، وقت اللي نواجهوا المنتخب الانجليزي، يكونوا الملاعبيه الكل حاضرين 100%. ان شاء الله حتى ملاعبي ما يكون مصاب. كره المعز حسن، بداية الهجمة من محور الدفاع من حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي، وأندري سيلفا يبقى خارج الميدان ينتظر إشارة الحكم علي معلول. الهجمة على الرواق اليسار مكان وسام الحدادي في اتجاه نعيم السيتي، واضح باش يكون التركيز على المستند بتاع علي معلول على الإضافة الهجومية للظهير الأيسر المنتخب الوطني التونسي ومحترف الأهلي المصري علي معلول اللي خذا مكان أسامة الحدادي. هذه الكرة من الفرجاني السياسي إلى ياسين مرياح، مرياح للفرجاني، نذكر يحمل إشارة القيادة كابتن المنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم صابر خليفة، ليبقى موجود في التشكيل الأساسي، ممكن في انتظار عبد الرحمن بعض الحلول الأخرى، بعض الأسماء الأخرى اللي تنجم تدخل في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. ونذكر أنه كل منتخب عنده الحق في 6 تغييرات تيرة المباراة. صحيح الإضافات كانت التوزيعة خاطئة من فخر الدين بن يوسف، ثم جواو ماريو، الكرة إلى برناردو سيلفا، ومن جديد مخالفة في وسط الميدان. واضح البحث على العمق بالمقارنة مع الشوط الأول. أمامكم صاحب الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي، برشا مساحات للمنتخب البرتغالي في الفترة الأولى، تقريبا طريقة 4-2-3-1، ولازم التغطية حتى على صعود مثلا وسام الحدادي في الفترة الأولى، واستغل برشا المنتخب البرتغالي الجهة اليمنى، معناها جواو ماريو، برناردو سيلفا، وريكاردو بيريرا. شفنا برشا هجمات، وحتى الهدف الأول كان من توزيعة من ريكاردو من الجهة اليمنى. نشوفوا التدخل الأخير من صابر خليفة على بيبي، 92 مقابلة دولية مع المنتخب البرتغالي، وأصله من البرازيل لكن لعب معناها فتراته الكل الكرويه في البورتو ثم ريال مدريد. الاصابه لادريان سيلفا بعض الوضعيات في وسط الميدان، ايضا لاعب اقتلع مكان كاساسي. واضح انه الجيل، انت حكيت شويه على التاريخ في البرتغال، جيل روي كوستا لاعب ميلان وفيورنتينا سابقا، وجواو بينتو ولويس فيجو ما فازوش معناها بلقب كبير باستثناء كأس العالم الأصغر 1989 و1991 مع كارلوس كيروس، شفناه مع بعضنا في لقاء المنتخب التونسي والمنتخب الإيراني، لكن مع إيدير وأيضا مع ناني ومع المدرب سانتوس فاز المنتخب البرتغالي بكأس أمم أوروبا بهدف الوقت الإضافي أمام المنتخب الفرنسي. هذه كرة القدم، بيبي جواو ماريو إلى برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، موناكو وبنفيكا سابقا، إلياس السخيري مباشرة، أنيس البدري، نعيم السليتي، نعيم السليتي، الرجوع القوي، استرجاع الكرة من جواو ماريو، بيبي، ويليام كارفالهو. جواو ماريو يقوم بعمل كبير، عمل رئيسي في وسط الميدان. شوفوا جواو ماريو يسترجع الكرة، ثم ماريو روي ظهير نابولي إلى ريكاردو كواريزما، التوزيعة مباشرة بعيدة. نذكروا رفقي كواريزما المنتخب البرتغالي في لقاء ودي في مارس كان منهزم أمام المنتخب المصري، هدف مقابل صفر، هدف صلاح. كي خرج صلاح زوز مخالفات، زوز توزيعات دقيقة من كواريزما إلى كريستيانو رونالدو، سجل زوز أهداف بالرأس. كواريزما واحد من بين النجوم بالنسبة للمنتخب البرتغالي، وفي الفترة من فترات كنا نتوقع أنه النجم نتاعو سيخفت باعتبار أنه مر بتجربة خليجية تحديدا مع فريق أهلي دبي الإماراتي، ولكن سرعان ما عاد اكتشاف نفسه وأصبح واحد من بين نجوم البطولة التركية مع فريق بشكتاش التركي. ونبيل معلول دائما يبحث عن الحلول، يحضر الأوتار في ظل أداء مهزوز دفاعيا في فترة أولى، إن شاء الله الأخطاء ما تتكررش في فترة ثانية. وهجوميا المنتخب الوطني التونسي يقلق المنتخب البرتغالي، يصنع الفرص ويسجل الأهداف على غرار هدف أنيس البدري في الفترة الأولى. هجمة برتغالية
وحتى نسبة امتلاك الكرة في الفترة الأولى بالنسبة للمنتخب البرتغالي تقريبا وصلت 55%، وفرصة للمنتخب البرتغالي. حذري من برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، جواو ماريو ومعز حسن يفسخ الهدف. ممتاز ممتاز معز حسن، بعد ما ضيع برناردو سيلفا الكرة الأولى يخفق جواو ماريو أمام حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي معز حسن. هذه الأخطاء اللي تتواصل أمامكم، برناردو سيلفا يعمل مراوغة أولى ثانية يصوب تضرب في القائم وترجع أمام جواو ماريو، ومن ألطاف الله معز حسن المرة هذه بامتياز يفسخ الهدف الثالث بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. منتخبنا يزم يقلل من الأخطاء اللي عبد الرحمن قاعدة تتكرر دفاعيا، أخطاء دفاع المنتخب الوطني التونسي. المحاولة بالرجلة اليسرى لبرناردو سيلفا على القائم كان من ركائز قلنا مانشستر سيتي، خاصة مع دي بروين مع فرناندينيو. هذه كرة من اليسار السخيري بين زوز ملاعبية، الهجمة التونسية على اليسار لنعيم السيتي. يلا يا نعيم، وين كراتك؟ وين توغلاتك؟ وين تصويباتك؟ إلى علي معلول، خاتم من علي معلول. اش يعمل علي معلول في كرة أخيرة؟ والحوار بينه وبين صابر خليفي. علي معلول كان في وضعية هجومية سانحة الحقيقة، وهذه عادة لكرة برناردو سيلفا. يراوغ بيوهان بن عروان وأيضا بياسين مرياح، صوب بقوة والجاهزية في كرة ثانية كانت حاسمة وأنقذت دفاع المنتخب الوطني التونسي من قبول هدف ثالث. ممتاز معز حسن في الكرة الأخيرة، وشفنا عبد الرحمن وضعية هجومية كانت سانحة للمنتخب الوطني التونسي على الرواق اليسار، لكن علي معلول ما استغلش كرة كانت نجم تكون خطيرة على مرمى أنتوني لوبيز. صحيح، ولكن ما شفناش في الشوط الأول كرة خطيرة من الجهة اليسرى باستثناء بعض التوزيعات من وسام الحدادي. كواريزما نفس المنهج والمنحة من جانب المنتخب البرتغالي، الجهة اليمنى المراوغات والتوزيعات والمساحات لبرناردو سيلفا، والتمهيد كان من ريكاردو كواريزما في الأثناء. توغل علي معلول لكن التوزيع متاعه والكرة الأخيرة كانت جانبية. صابر خليفة، أنيس البدري، صابر خليفة تلبى الكرة من الفرشاني وأذن فخر الدين بن يوسف، والتدخل من روبن دياز ربما ما مررش في الوقت المناسب. صابر خليفة في الأونيفو معناها نشوف الرجوع القوي حتى لمتوسط الميدان في المساندة لمحور الدفاع، معناها الكرة توا لياقة بدنية عالية وسرعة استرجاع الكرة، معناها المعركة في كرة القدم توا السرعة القياسية لاسترجاع الكرة، تسترجع الكرة بسرعة قياسية تربح المباراة. جواو ماريو ويوان بالعلوان. مرة أخرى التمهيد كان من برناردو سيلفا، ثم ليس السخيري علي معلول نعيم السليتي. مباشرة ما فماش مخالفة المنتخب الوطني التونسي، أدريان سيلفا والحارس معز حسن كانت معناها خسر كرة على مستوى وسط الميدان. شوفوا نعيم السليتي المذايقة من ويليام كارفالو، أدريان سيلفا تجاوز اليسار السخيري والمحاولة بالرجلة اليمنى. شوفوا المحاولة من متوسط ميدان ليستر الإنجليزي، لاعب أساسي في المنتخب البرتغالي. الكرة استدمت بياسين مرياح، ومرة أخرى وضعية سانحة أمام مرمى الحارس معز حسن المعار من نيس إلى فريق شاتورو. رغم التغييرات المنتخب البرتغالي كما الشوط الأول يركز في هجماته على الجهة اليمنى للهجوم، على الجهة اليسرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي. من معناها أشب الملاعب، من أجمل الملاعب ملعب براغا اللي شيد لنهائيات كأس أمم أوروبا 2004، والقيمة تقريبا 270 مليون دينار تونسي، معناها الكلفة تاع تشييد ملعب براغا اللي فيه فريق معروف سبورتينغ براغا كما قلنا خاض نهائي كأس أوروبا ليغا 2011 أمام فريق بورتو. وأنت حكيت على الكرة البرتغالية رفقي، مثلا برناردو سيلفا ما كانش معروف من بنفيكا الفريق الرديف، يمشي لموناكو ثم يتباع ب 50 مليون يورو، معناها هذايا الجانب اخر من الكره البرتغاليه، معناها لاعبين يمشيوا لاوروبا ماهوش معروفين ياسر، معناها من البرتغال يغادروا الى فرنسا او ثم معناها القيمه الماليه تقوى برشا. وبرناردو سيلفا ساهم في بطوله موناكو الموسم الفارط، الحمد لله يرجع لاباس
حارس معز حسن، والأسبقية دائما لصالح المنتخب البرتغالي. قلنا برناردو سيلفا بطل مع موناكو 2017، ثم حاليا بطل مع غوارديولا في مانشستر سيتي. وأجواء ممتازة في ملعب براغا، الملعب الجميل اللي شيد سنة 2003 واحتضن بعض مقابلات كأس أمم أوروبا 2004. عديد ممكن التغييرات في تشكيلة المنتخبين، شفنا فخر الدين بن يوسف خذا مكان، وأيضا علي معلول، وأيضا دخول مارووي الظهير الأيسر لنابولي، وقد تأتي التغييرات مرة أخرى بالنسبة لكل من سانتوس ونبيل معلول. والمنتخب البرتغالي يواصل الهجوم مقطوعة من فرجاني ساسي، برشا أخطاء في مناطق المنتخب الوطني التونسي اللي قاعد تتكرر، وهذه مهمة ودور المقابلات الودية الوقوف على الأخطاء وضرورة تلافيها في الرسميات وقت اللي نبداو مونديال روسيا إن شاء الله 2018. نذكر أنه ما زالت مباراة ودية قادمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب التركي يوم 1 جوان في سويسرا، وهي ضربة مخالفة تدخل الفرجاني ساسي قاعد المنتخب الوطني التونسي على جواو ماريو، واحد من بين الملاعبين الممتازين في تشكيلة المنتخب البرتغالي، معار من انتر لويست هام، الملاعب اللي يقدم فيه مردود كبير وتغييرات قادمة بالنسبة لسانتوس. ثم مانويل فرنانديز حامل القميص رقم 4 سيكون في التغيير القادم، وأيضا جوزي فونتي من جانب فيرناندو سانتوس. التغييرات قلنا 6 تغييرات، كل مدرب عنده الحق فيها. مباراة ودية استعدادية مهمة للوقوف على الكلام، كل ملاعبية كل الرصيد البشري المتاح على ذمة المدربين سواء نبيل معلول أو فيرناندو سانتوس. وضربة المخافة في تنفيذها برناردو سيلفا، برناردو في تنفيذ ضربة المخافة مع كواريزما. المخالفات تعددت بالنسبة للمنتخب البرتغالي في ظل الضغط على دفاع المنتخب الوطني التونسي. كواريزما من سيتولى التنفيذ، كروس والهدف الثالث. لا ثم الراية، ثم الراية أو ثم هدف ننتظر. لا موجودة الراية، موجودة الراية، خير شرعي الهدف بعد رأسية حامل الخميس رقم 14. واضح التسلل ويليام كارفالو عبد الرحمن كان موجود في موقع التسلل وحسنا فعل المساعد الأول. هدف غير شرعي، وتتعدد التغييرات في ظل الاستحقاقات القادمة ممكن لزوج مدربين سواء فرناندو سانتوس أو نبيل معلول. بيبي يغادر والقائد الجديد هو ريكاردو كواريز. صحيح، 92 مقابلة دولية بالنسبة لبيبي و94 لكواريزما و149 مقابلة دولية بالنسبة لكريستيانو رونالدو. وحاليا جوزي فونتي، معناها تغيير منطقي، هو لاعب محوري زي ما كان بيبي. متوسط ميدان أيضا يغادر اللي هو أدريان سيلفا، ومانويل فرنانديز المحترف في لوكوموتيف موسكو في البطولة الروسية كان بطل روسيا، مع أيضا إيدير المتغيب البارز اللي سجل هدف فوز كأس أمم أوروبا المنتخب البرتغالي. التغييرات المنطقية من جانب المنتخب البرتغالي، والمنافسة كبيرة على اقتناع مكان في التشكيلة الأساسية يوم 15 جوان المقبل أمام المنتخب الإسباني. أكيد أمام المنتخب التونسي زوز لقاءات أخرى، ونتصور المباراة الأخيرة معناها تقريبا التشكيلة اللي باش تلعب اللقاء الأول أمام المنتخب الإسباني تكون هي على الميدان في كراسنودار الروسية يوم 9 جوان. في الأثناء الهجوم يصالح المنتخب الوطني التونسي، أمامكم المدافع ماريو روي بورتكب الهفوة على حمدي النجاز اللي لعب كذلك تجربته الكل في إيطاليا، مش لاعب متميز معناها ما يحكيوش عليه برشا في الكالتشو، هو احتياطي في فريق نابولي. ثم برشا منافسة في تشكيلة ساري، والمخالفة لصالح المنتخب التونسي خذا مكانه في الفترة الثانية. الرجلة اليسرى لعلي معلول، 42 مقابلة دولية مع المنتخب الأول. إذن ننتظر في تنفيذ المخالفة من جانب المنتخب التونسي. علي معلول والخروج الحارس أنتوني لوبيز مرة أخرى للتوزيعة،
والمحاولة من فخر الدين بن يوسف والتسجيل لصالح المنتخب التونسي والتعديل. حمد لله المنتخب التونسي اهتدى للتعديل بفضل التوزيعة الدقيقة من جانب علي معلول، يلزم العمق وتوزيعة والتدخل ممتاز والارتماء من فخر الدين بن يوسف، والمنتخب الوطني التونسي يهتدي إلى التعديل في وقت ممتاز. وثم ثغرات في محور دفاع المنتخب البرتغالي، يلزم المجازفة. شوفوا التوزيعة الممتازة اللي صارح المنتخب التونسي، يوهان بن علوان معناها ما كانش مشارك في الوضعية الأخيرة، وفخر الدين بن يوسف يغالط الحارس أنتوني لوبيز، وتزامن هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي مع خروج القائد بيبي والتوزيع الممتازة الدقيقة من علي معلول والارتماء من فخر الدين بن يوسف. هذا يا أخي سالو، هذه الوضعيات اللي حبتها الاندفاع من جانب اللاعب اللي خدمه، كانوا في الفترة الثانية 2-2 في ملعب براغا بين المنتخب التونسي والمنتخب البرتغالي. معناها حتى بالنسبة للمعنويات ماذا بيك ما تخسرش معناها في اللقاءات الودية التحضيرية، واليوم معناها اختبار مفيد، اختبار جدي أمام منافس عنده فنيات بطل أوروبا 2016. إذن معلول اللي هو نفذ المخالفة ثم هو اللي وزع، والمنتخب التونسي تمكن من مغالطة الحارس أنتوني لوبيز مرة أخرى. ريمونتادا تونسية أمام المنتخب البرتغالي، منتخب اللي كان منهزم 2-1 يعود بعد ما سجل البدري في الفترة الأولى. من لحظات الدقيقة 64 تمكن فخر الدين بن يوسف من تعديل النتيجة. المنتخب الوطني التونسي قلناها في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، قادر هجوميا أنه يسجل، أنه ينتج المحاولات والفرص ويسجل في مرمى أنتوني لوبيز. واللقطة الأخيرة كانت بين كواريزما وأنيس البدري وحيرة فرناندو سانتوس بعد ما كان فايز، بعد ما كان متقدم 2-1. المنتخب الوطني التونسي يعود في النتيجة، منتخبنا يعدل 2-2. وكما قال عبد الرحمن، مهم جدا في الوديات أنك ما تخسرش، على الأقل تعادل ويبقى عملاق من عمالقة الكرة الأوروبية المنتخب البرتغالي. هذا التغيير قادم بالنسبة لمدرب المنتخب الوطني التونسي نبيل معلول، يغادر سامر خليفة والبديل خيلان الشعلالي اللي ابتعد على الميادين لفترة طويلة بسبب الإصابة مع فريق الترجي. أيضا مع المنتخب الوطني التونسي ما كانش موجود لا ضد المنتخب الإيراني ولا ضد كوستاريكا النساء، أو غيلان الشعلالي يعود لطاقم السير المنتخب الوطني التونسي ويشارك بديلا لصابر خليفة. كرة من ياسين مرياح، يلزم المنتخب الوطني التونسي ما يكتفيش بالتعادل، يلزم يواصل الضغط، يواصل حبك العمليات الهجومية ويكون خطير على دفاع المنتخب البرتغالي. سي حكينا على أخطاء في دفاع المنتخب الوطني التونسي، وأيضا دفاع المنتخب البرتغالي عنده أخطاء قاعد يكرر فيها. أيضا يلزم المنتخب الوطني التونسي يلعب على نقاط ضعف أبناء المدرب فرناندو سانتوس اللي نذكر من سنة 2014 يشرف على منتخب البرتغال، كان درب بورتو، كان درب بنفيكا، وأيضا كما قال عبد الرحمن أشرف في مونديال البرازيل على المنتخب اليوناني. والحقيقة الحوار التكتيكي مشوق عبد الرحمن بين سانتوس ومعلول. صحيح، ونذكر أنه مباشرة بعد اللقاء مشاهدينا الكرام لكم استوديو تحليلي خاص بلقاء المنتخب التونسي والمنتخب البرتغالي، وأيضا صور واستجوابات وأصدقاء مباشرة من براغا. معناها ابقوا معنا على الوطنية بعد اللقاء والمتابعة الحصرية في تونس لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب البرتغالي، استعدادات المنتخبين لنهاية كأس العالم، واستوديو خاص بعد اللقاء بمباراة المنتخب التونسي والمنتخب البرتغالي. فيليبي سكولاري كان مدرب سابقا رفقي للمنتخب البرتغالي وما فازش بكأس أمم أوروبا، ونهزم في البرتغال أمام اليونان في مناسبتين مع كاريستياس آنذاك، وبالطبع المدرب الألماني المعروف أوتو رياغول. لكن فرناندو سانتوس
رجع باللقب من فرنسا. شفنا هفوات في محور دفاع المنتخب البرتغالي، والمحور التقليدي متكون من بيبي وفونتي اللي خذا مكانه في الشوط الثاني، ويجرب في روبن دياس في المحور الكرة لفخر الدين بن يوسف، وقبله يسترجعها بانويل فرنانديز. فخر الدين بن يوسف يمشي للجهة اليسرى للمعاذل علي معلول، جواو ماريو، ثم التمهيد من جديد إلى ريكاردو كواريسما. كواريسما بخارج الرجل والفنيات الكبيرة والتدخل صعب لدفاع المنتخب التونسي. شفنا الفنيات من كواريسما بالإكستيريور التخريجة الأخيرة، وكانت خطيرة على محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. القائد كواريسما في تنفيذ الركنية، واضح مباراة مفتوحة. شفنا أربع أهداف وأكيد الاستنتاجات للنقائص اللي لاحت وتدعيم نقاط القوة، وأكيد اختيارات أخرى في لقاء المنتخب التركي من جانب المنتخب التونسي قبل تحديد القائمة أقصى تقدير يوم 4 جوان المقبل للمدرب نبيل معلول. كواريسما على مستوى القائمة الثاني، أندري سيلفا مباشرة للحارس معز حسن العائد دينيس بعد إعارة لشاتورو نعيم الستيتي، ثم أنيس البدري نعيم الستيتي. أنيس البدري والتماس لصالح المنتخب البرتغالي، اللقاء الأول في ملعب ديلالوز رفقي في أكتوبر 2002 انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. وقتها فيجو فرناندو كوتو علي الزيتوني سجل المنتخب الوطني التونسي، وبعدها بعد لقاء ذاك لوبير كان أصبح المدرب الأول. اليوم أربع أهداف كاملة في ثاني لقاءات ودية في تاريخ المنتخبين، بثلاثة أهداف في الفترة الأولى والتعديل للمنتخب التونسي في الفترة الثانية، وما زالوا أكثر من 20 دقيقة في هذا اللقاء الدولي الودي المباشر على الوطنية من براغا. التعادل 2-2 بين المنتخبين، ممكن الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل المحاولات المتعددة سواء من جانب المنتخب البرتغالي أو من جانب المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة يخليها حمدي النكازي ليبقى ثابت على الرواق اليمين على الجهة اليمين الظهير الأيمن الأول للمنتخب الوطني التونسي، بينما نذكره أنه علي معلول الظهير الأيسر خذا مكان أسامة الحديدي، وتغييرات عديدة. حكيت عليه أنت غونزالو كيداس، هذا اللي حكينا عليه. كيداس يدخل أرضية الميدان مهاجم فرنسي يغادر برناردو سيلفا، والمباريات الودية فرصة تجربة والوقوف على امكانيات برشا من اللاعبين. كان في تونس مع باريس سان جيرمان ضد نادي الافريقي اللي قالوا وعلى ذكر بدايته مع البي جي، يواجه المره هذه من الافريقي الى المنتخب الوطني التونسي كيداس، ودخول ايضا سيدريك سواريز حامل القميص رقم 21. برشا تغييرات برشا من اللاعبين، قلت كل مدرب باش يقف على امكانيات من لاعبيته. هي مباراة تجريبية ودية مهمة قبل بقية الوديات وقبل الدخول في غمار مونديال روسيا 2018. كيداس سول لمس للكرة مع السخير 17 مع 17 الدوير والحوار حافيري من الكرة الثانية. المرة هذه موجود الفرجاني ساسي نعيم الستيتي، الهجمة السريعة يمشي نعيم سريعة الستيتي، ربى الكرة من روش فخر الدين بن يوسف، وضربة المخالفة واضحة للمنتخب الوطني التونسي. تدخل ويليام كارفالو حامل القميص الرقم 14 أمام نعيم السيتي القائل الخشونة إلا ارتكاب الخطأ باش يحد من خطورة نعيم السيتي، واحد من بين أفضل الملاعبين. فخر الدين بن يوسف، يلا يا فخر الدين امشي للروجي، بدل على اليمين الكرة اللي يانيسا البدري بلمسة حبة نعيمة الستيتي، لكن تدخل دفاع المنتخب البرتغالي به المنتخب الوطني التونسي. فترة ثانية أفضل بكثير من الفترة الأولى، وهذا نبيل معلول يعرف مليح قيمة تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب برتغالي. يبقى واحد من بين أبرز المنتخبات الأوروبية، بدينا نقربوا من ربع ساعة أخيرة في فترة ثانية في مباراة دائما التعادل. عبد الرحمن 2-2
بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي خاطر باش يتقابل مع المنتخب المغربي، برمج مباريات ضد تونس وكذلك ضد المنتخب الجزائري، ويهمنا ايضا يوم السبت المقبل المنتخب البلجيكي باش يتقابل مع المنتخب البرتغالي، ايضا المنتخب الانجليزي يوم السبت امام المنتخب النيجيري في ويمبلي. والى حد الان هو بعض النتائج يظل المنتخب الايطالي متقدم على منتخب المملكه العربيه السعوديه هدفين مقابل صفر، والمنتخب الفرنسي امام المنتخب الايرلندي هدفين مقابل صفر. شكرا لك رفقي على النتائج الحينيه الخاصه باللقاء التحضيري. ايضا اللي يهمنا غدوه في الليل منتخب البنما يلعب ضد منتخب ايرلندا الشماليه، وعنده اخر لقاء امام منتخب النرويج، وايضا معناها بلجيكيا وانجلترا عندهم لقاء مشترك كيما تونس امام منتخب كوستاريكا. معناها ثم اختيارات دقيقه للمنافسين، التصويبه الاخيره والمجهود من جانب ظهير المنتخب الوطني التونسي حمدي النجاز المتالق في نهايه الموسم مع فريق الزمالك، تقريبا ولا قلب هجوم مكان صابر خليفه اللي هو فخر الدين بن يوسف. تغيرت الوضعيه، نعيم سليتي اكثر حاسم واكثر خطوره على المنافس، يقترب اكثر من مناطق جزاء المنتخب البرتغالي، كذلك دخول علي معلول منح الإضافة وساهم في هدف التعادل. أمامكم لوكا بانتي، نذكر أنه اليوم تقنية الفار موجودة في اللقاء ما استعملهاش إلى حد الآن، وثنائي إيطالي موجود بالنسبة للفار ماركو فيتيلو وجان لوكا فيوتو، وهذا ثنائي خاطر سيتم اعتماد الفار في نهاية كأس العالم. التصويبة من كونسالو كيديس لاعب فريق فالنسيا متألق السنة، برشا منافسة مع البي اس جي، ومن المفاجآت المدرب فرناندو سانتوس إقحام وتشريك كيديس في كأس العالم المقبلة اللي برنامجها صعيب معناها للمنتخب البرتغالي. إسبانيا اللقاء الأول، لقاء اخر ضد المنتخب المغربي، ولقاء ضد المنتخب الايراني. مشاهدينا دائما التعادل هدفين مقابل هدفين. نعيم سليتي من ابرز لاعبي الليك اون في البطوله الفرنسيه، 10 احسن لاعب، يغادر الميدان ولاعب نيس، اكيد خروج لوسيان فافر ربما يغير الوضعيه لبسام السرارفي بالنسبة لفريق نيس، ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية والعمل على البقاء في قائمة 23 لاعب قبل أعلن عليها يوم 4 جوان المقبل لمدرب المنتخب التونسي، والتحديد واضح على القائمة بعد اللقاء الثاني ضد المنتخب التركي يوم الجمعة. عرفتي هجمة للمنتخب البرتغالي، يدخل بسام الستار في فرصة لبسام باش يثبت جدارته بالتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني التونسي، وهذه فرصه لعلي معلول ما تمشيش لخيلان الشعلاني، مقطوعه كانت من ويليام كارفالو، حذيري من جواو ماريو، ترجع لمعز حسن اللي يبقى موجود في التشكيله الاساسيه. كره المباراه الثانيه على التوالي بعد الوديه الاولى ضد المنتخب الكوستاريكي في مدينه نيسا الفرنسيه. معز حسن هو الحارس الاول الى حد الان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، حارس مرمى شاتورو، سيعود هذا الموسم إلى فريق نيس. فخر الدين بن يوسف يمشي على اليسار بعد ما كان على اليمين، علي معلول والتركيز على الجهة اليسار، علي معلول ثم فخر الدين بن يوسف، بين زوز ملاعبية للفرجاني ساسي، بداية هجمة تونسية، الفرجاني الغيلان، ترجع الفرجاني ساسي إلى محور الدفاع، والموجود ياسين مرياح إلى معز حسن. أفضل بكثير المنتخب الوطني التونسي في الفترة الثانية، والدليل أنه نجح في التعديل هجوميا كان موجود، والأخطاء قلت برشا في الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى. البدري البدري ثم معلول، يلا يا معلول على الرواق اليسار ثم ضربة ركنية، إضافة مؤكدة معلولة في الشوط الثاني، إضافة مؤكدة بعد مخرج أسامة الحديدي. ممكن أسامة الحديدي وأنه دفاعيا دفاعي أكثر، لكن علي معلول على المستوى معناها منتصف الميدان الثاني أحدث الفرق، خاصة مع ظهير مش في قيمة الأساسيين في المنتخب البرتغالي. ضربة ركنية، تنفيذ ثنائي ممتاز، الفرجاني ساسي العرضية، ويوهان بن عنوان، يوهان ما ياخذهاش على مارتين فونتي، يحط الكرة في التماس، يطلع للمساندة. أمامكم جوزي فونتي، والتماس للمنتخب الوطني التونسي. أيضا حمدي النجاز على الرواق اليمين مش مقصر
يكثر من كرة سعد، وشفنا اللقطة اللي خذ الكرة وأمن بقدراته وصوبها هذه كرة وما يخذهاش فخر الدين بن يوسف. قلت مش مقصر التأكيد ياتي من خلال عرضية عمدي لنجاز عبد الرحمن. صحيح، والمنتخب البرتغالي يولي يلعب المعاوضين، راه يولي فريق متوسط، واكبر دليل شفنا في لقاء المنتخب الهولندي. ان شاء الله لاباس لفخر الدين بن يوسف، قلت معناها كي يلعب الاحتياطيين يولي فريق عادي. في المباراه اللي دارت في مارس الماضي هزيمه 3-0، معناها استعمل بعض الاحتياطيين ولا منتخب عادي. اليوم في غياب كريستيانو حتى التغييرات في الشوط الثاني، وروبن دياس في اول مشاركه مع المنتخب البرتغالي، ايضا خروج بيبي تزيمن مع الهدف الثاني. شوفوا كواريزما ايضا عنده تدخلات، لاعب عنده مزاج خاص على الميدان، لكن اختبار مفيد وهام للمنتخب التونسي باش يلقى نفس الاندفاع، نفس الحنكه التكتيكيه امام بلجيكيا وكذلك المنتخب الانجليزي. امامكم وجه بارز في كره القدم البرتغاليه، جواو موتينيو لاعب بورتو سبورتينغ لشبونه سابقا وموناكو منذ 2013، لاعب كان بارز مع المنتخب البرتغالي في كاس امم اوروبا، ياخذ مكان جواو ماريو حسب راي ابرز لاعب مع برناردو سيلفا. اي سوبر ماريو صحيح، هو ابرز لاعب مع برناردو سيلفا اللي اصبح اساسي في المنتخب، والكره يسترجعها غيلان الشعلالي. تحسن شويه اداء المنتخب وقت ولا يفتك الكره، خاطر بال 4-2-3-1 معناها ما لازمش تخلي المنتخب البرتغالي في منتصف الميدان، معناها تابع المنتخب التونسي كان يلعب في الشوط الاول وكان حر، معناها خاصه برناردو سيلفا جواو ماريو كانت المساحات، دخول علي معلول وايضا ربما اللاعب سواريز اللي خذا مكانه هذا رقم 21 ما لقاش الاليات الى حد الان، وايضا ماريو روي، والمنتخب التونسي في عكس الهجوم من جديد. بسام السرارفي، بسام السرارفي، ثم الصعود لحمدي النجاز، تبقى الكره لغيلان الشعلالي مباشره الى فونتي والحارس انتوني لوبيز، وفخر الدين بن يوسف يحبث كذلك اللعب كقلب هجوم خاصه بعد خروج صابر خليفه، ينجم يلعب من الجهه اليمنى للجهه اليسرى وسجل هدف على العاده، لكن انقضاض على الكره والاندفاع اللي ميزوا، وتقريبا سيبقى في البطوله السعوديه فونتي كلاعب فريق ساوثامبتون حاليا محترف في السين وتجربه قصيره مع فريق ويست هام. العشر دقائق الاخيره للمباراه، 4 اهداف كامله واستنتاجات هامه للمدرب نبيل معلول. كره مباشره الى سواريز، ثم ويليام كارفالهو، مانويل فرنانديز كذلك لاعب لعب في انجلترا وفي اسبانيا وحاليا موجود مع لوكوموتيف موسكو في البطوله الروسيه، المدرب فرناندو سانتوس. ايضا امبرتو كولو من سيوش رفقي كان مدرب المنتخب التونسي في فتره، ما توصلش الى تاهيل المنتخب التونسي لنهايه كاس العالم، لكن تجربه برتغاليه في تونس. فرجاني ساسي، فرجاني ساسي، ثم كواريزما، شوفوا وين يلعب كواريزما، والتدخل كان من فخر الدين بن يوسف، والمخالفه لصالح ريكاردو كواريزما. هو لاعب مشكك شويه وعنده مزاج خاص وكاركتير معناها صعيب، ريكاردو كواريزما معناها كما قلت انت مشى للخليج ورجع للمستوى العالي، مش نعرفوا القيمه بتاع ريكاردو كواريزما. والمحاولات واضح للاندفاع، المنتخب التونسي ما يحبش يخسر لقاء اليوم، والتوزيع مباشره على مستوى القائم الثاني ريكاردو كواريزما، والكره خارج الميدان. ونرجع لك رفقي بعد المحاوله من كيديس اللاعب الشاب لفالنسيا. التوزيعه من كيديس، واحد من بين خيارات فرناندو سانتوس وكواريزما، حبها كما جات على الطاير، واضح الضغط النتيجه، ضغط الرهان على ميزاش كواريزما، لاعب عصبي دخل في احتجاجات مع اكثر من لاعب بعد ياسين مرياح، اتى الدور على فخر الدين بن يوسف وملا اجواء، ملا اجواء في ملعب مدينه براغا، الملعب الممتاز عبد الرحمن. خاصيه رفقي ما فماش مدارس جانبيه، ما فماش فيراجات معناها في ملعب براغا، قلت تحفه معماريه، تحفه معماريه، واحد من بين الملاعب اللي احتضنت كاس امم اوروبا 2004. وغضب نبيل معلول ممكن على التدخلات الاخيره من جانب لاعبين المنتخب البرتغالي، لانه نبيل معلول يعرف قيمه كل لاعب في فترة هذه، فتره التحضيرات يزي ما عانينا من اصابات، نذكر بعد اصابه يوسف المساكني، اصابه طه ياسين الخميسي ان شاء الله يرجع بدوره
للميادين في اقرب وقت. نذكر انه يوسف عمل عمليه جراحيه ناجحه في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن المنتخب بما انحذر، ونذكر انه هو في الخسري ايضا غايب على مباراه اليوم، اللي يعتبر احسن لاعب في تشكيله المنتخب في فتره حاليه. صحيح، وان شاء الله يوسف المسكري القوى في تصفيه كاس افريقيا، يعني عندنا لقاءات من سوازيلاند والمنتخب المصري. وهبي الخزري اكيد، ومدرب نبيل معلول قال حشتي بوهبي الخزري يوم 18 جوان. لوبجيكتيف وهبي الخزري 18 جوان امام المنتخب الانجليزي، لانه بالنيفو بالمستوى اللي اظهروا في البطوله الفرنسيه حاظر بدنيا. حاضر يظل قلت لي راتي مباراه وديه اليوم ولا ضد المنتخب التركي مش ياثر على امكانيات وجاهزيه وهبي الخزري الموهوب نجم المنتخب الوطني التونسي. وهذا موهوب اخر ريكاردو كواريزما يربح ضربه المخالفه. فقط مره اخرى على ريكاردو كواريزما يصبح القائد بعد خروج بيبي. لقطه تيم الفرجيني وكواريزما والحوار، مباراه داخل مباراه بين ياسين مريح كواريزما وايضا الفرجيني وكواريزما، برشا تنهيات كانت المباراه. لازم اجريسيفيتي، لازم المنتخب التونسي هكا اللقاءات تاع كاس العالم، معناها اي ديتاي اثر اي وضعيه ما يسمحش تخلي حتى كوره، معناها يلزم المنتخب التونسي باللياقه البدنيه العاليه بالتدخلات بالاندفاع بالنضج التكتيكي، معناها لتفادي مستويات عاليه في كاس العالم. مدربين كبار، معناها لاعبين ينشطوا في ابرز الانديه كما المنتخب الانجليزي والمنتخب البلجيكي. التوزيعه مباشره، التدخل من معز حسن والكره الاخيره والمحاوله من جواو موتينيو، لاعب متميز جواو موتينيو، اكيد سيكون اساسي في نهائيات كاس العالم. واضح الاندفاع، معنى المستوى العالي يطلب اندفاع، تركيز كبير، نضج تكتيكي. ان شاء الله لاباس لاحد ابرز متوسطي الميدان السنه، ما نساوش الياس السخيري مع دير زكريون في فرنسا مع فريق مونبلييه. شوفوا التدخل من معز حسن، استرجع كامل لياقته وامكانياته بعد شوط اول صعيب. جواو موتينيو في تنفيذ الركنيه على مستوى القائم الثاني، ولا يهدأ بال لريكاردو كواريزما، استرجع كامل لياقته كامل امكانياته شهيه اللعب مع فريق بيزيكتاس بعد فترات صعبه، بعد المرور عبر البطولات الخارجيه يرجع لانتر لتشيلسي وبيزيكتاس، ورجع خاصه مع تواجد كريستيانو رونالدو وفي غياب ناني اللي استغنى عليه المدرب فرناندو سانتوس لاعب مانشستر يونايتد سابقا، واللي سجل في نهايه كاس امم اوروبا. معناها كره القدم ما ترحمش، ثم خيارات للمدربين، وانيس البدري من ابرز اللاعبين في المنتخب التونسي يغادر الميدان، واحمد العكيشي ياخو مكانه، منح الفرصه لهتاف اتحاد جده وصاحب الكاس في المملكه العربيه السعوديه. الياس السخيري لعب برشا قريب من محور دفاع المنتخب التونسي مع قوة وسط ميدان والأروقة في المنتخب البرتغالي، لكن دخول علي معلول لاختار ولا أكثر من الجهة اليسرى وأفضل بالمقارنة مع الشوط الأول المنتخب التونسي، لكن العمل للوصول إلى المستوى المأمول يوم 18 جوان المقبل. هذا الهدف الأسمى للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. والهجمه للمنتخب البرتغالي، اخر اللاعبين اللي باش يدخلوا ممكن احمد الكاشي واقحمها من المدرب نبيل معلول باش ياخذ الفرصه، وممكن ضد المنتخب التركي يكون هو الخيار الاول هجوميا في مباراه يوم 1 جوان. ذكر منتخبنا سيحلق الى سويسرا لمدينه جنيف لاجراء تربص بعده يكون مشفوع بمباراة ودية ضد المنتخب التركي. ونذكر آخر الوديات ستكون يوم 9 جوان ضد العملاق المنتخب الإسباني، ستكون البروفة الأخيرة قبل مباراة المنتخب الإنجليزي. كواريزما دائما على الرواق اليمين، يرجع فخر الدين بن يوسف للمساندة، وهذا الدور اللي يحب يعمله بالشكل المطلوب فخر الدين بن يوسف، دور تكتيكي العودة للمساندة للمعادة دفاعيا، وضربة مخالفة لدفاع المنتخب الوطني التونسي. امامكم ريكاردو كواريزما، ممكن التسلل، الرايه كانت موجوده، عائد من التسلل، واضحه الاشاره. حسنا فعل طاقم تحكيم المباراه، طاقم التحكيم الايطالي، التسلل كان على قائد المنتخب البرتغالي. تمشي القائد المنتخب الوطني التونسي، باهي التمريره غيلان ما ياخذهاش، كانت التمريره من بسام النصارفي، عوده حمدي النقاس
مهم جدا انهاء المباراه على الاقل بالتعادل، لانه نعرفوا انه المباريات الوديه هذه الترتيب الفيفا ياخذ بعين الاعتبار منتخبنا وصل للمرتبه 14 عالمين، وبالتعادل هذايا ضد منتخب البرتغالي مش باش يتاثر الترتيب، اكيد في انتظار الترتيب الشهر القادم قبل المونديال. صحيح اليوم 7 جوان المقبل ثم ترتيب جديد بالنسبه لاخر ترتيب قبل بدايه كاس العالم يوم 14 جوان، واحمد العكيشي في محاولات اولى واكيد يحب اكثر وقت لعب نتصور حتى امام المنتخب التركي باش ياخذ الفرصه. اكيد حسابات المدرب نبيل معلول بالنسبه لاختيارات على الرواق في المحور، بالاضافه للخيار الاول حسب رايي وهبي الخزري باش يكون هو اون بوانت، هو قلب الهجوم. شفنا سلام مع صبري لموشي تالق وسجل 9 اهداف مع اختيارات صبري لموشي في غياب قلب هجوم فيران، كان هو وهبي الخزري قلب الهجوم. واكيد تبقى النتيجه هكا حتى 2-2 باهي للمنتخب التونسي في انتظار معنا اصلاح بعض الاخطاء اللي لاحت، وايضا الاهتداء للتشكيله الاساسيه اللي باش تلعب ضد المنتخب الانجليزي معناها واللي باش تكون واضح في كراسنودار امام المنتخب الاسباني يوم 9 جوان المقبل. وهذا دور الوديات قبل الرسميات الوقوف على الاخطاء، اصلاح الاخطاء وتبني على نقاط القوه، ثم مؤشرات ايجابيه للمنتخب الوطني التونسي وايضا ثم نقاط ضعف لازم تلافيها. نهايه المباراه التعادل 2-2 عبد الرحمن في انتظار وديات اخرى المنتخب وابرزها وديه 1 جوان ضد المنتخب. صحيح تبقوا معنا مشاهدينا بعد متابعه خاصه استوديو خاص بلقاء المنتخب التونسي والمنتخب البرتغالي، مع تحيات رفقي بوسته وعبد الرحمن العش، الى اللقاء.